منحب نرحب فيك اليوم بإطلاق كتاب جديد اللغة العربية الفصحى. بدنا نعرف أكثر عن فكرة الكتاب بليز. كتاب في اللغة العربية الفصحى وهي لغة القرآن الكريم، فاخترت هذا العنوان مع صديقين لي أيضا في بلاد المهجر إجمالا، وخلال مرض الكورونا الذي تفشى في العالم فنحن اتخذنا هذه الخطوة في المنازل بأن ننتج شيئا ما عملا فكريا يفيد الجاليات العربية في كل الدول العربية وليس في لبنان فحسب، فيما يتعلق بهذه اللغة أي لغة القرآن الكريم، لأننا نلاحظ بأن مجتمعنا الحالي قد أهمل هذه اللغة، كما نشاهد ذلك عند الإعلاميين والصحفيين في الكتابة الإملائية المغلوطة، دائما يرتكبون أخطاء كثيرة دون الانتباه إليها، أو في حالة اللفظ والقراءة أيضا، وكذلك عند أجيالنا الذين أصبحوا يهتمون على مواقع التواصل الاجتماعي فيكتبون اللغة كما نلفظها في اللغة العامية. وجمعت في هذا الكتاب 5 علوم تختص بالصرف والنحو، لأن النحو مهم في التشكيل أواخر الكلمات وفي الإعراب أيضا، بالإضافة إلى علم الإملاء الكتابة الصحيحة، وخاصة قواعد الألف المقصورة والهمزة والتاء المفتوحة والتاء المربوطة، هذا بالإضافة إلى قسم يختص بالشعر لمحبي الشعر ولتعريفهم على الشعر العمودي الخليلي وأوزان البحور ومن يحب الشعر، لأن الشعر أصبح اليوم شعرا حرا حديثا يكتب فيه الشاعر دون أن يتقيد بقيود الوزن والقافية القديمة التي عرفناها عند شعراء الأمس. وهناك نصوص شعرية أيضا لبعض الشعراء حللناها من ناحية نحوية ومن ناحية إملائية إلى ما شابه ذلك، فلذلك جاءت لي هذه الفكرة وألفنا هذا الكتاب الذي هو موجود أمامكم الآن. الكتابة هي موهبة؟ أو أي كتابة أدبية معينة يجب أن يلم بقواعد الإملاء، أن يكتب صحيحا النص أمامه، يجب أن يلم بأهم قواعد الإملاء، لأننا نرى الأخطاء الشائعة في هذه الحياة التي نعيشها عند الإعلاميين وعند الكتاب وعند الصحفيين، أنه يجب أن يهتموا بهذه ويصونوا اللغة الفصحى، لأن هي لغة الكتابة. أنا أستطيع أن نكتب باللغة العامية كما نكتب باللغة الفصحى. هلأ إجمالاً أنا حاطه بدار العلوم اللي على عين التينة، دار العلوم العربية، وفي كمان حاطه بدار النهضة حد الجامعة العربية، هي إجمالاً في نسخ منه هناك. ستة وسبعين 9652553 هذا التليفون اللبناني. مساء الخير واهلا وسهلا فيكم، وبدنا نرحب بجمهورنا الكريم فنانين اعلام وصحافه، وبدنا نرحب بالشاعر حسان عبد الله. ايه طبعا.
بتوقيع كتابه الجديد اللغة العربية الفصحى وبدرسه بإيميل لحضرتك. أسعد الله مساءكم جميعا، نرحب بوجودكم بيننا في هذه الأمسية الثقافية التي تجمعنا وإياكم في مقهى إشبيلية. واللفظ الصحيح يجب أن يكون ملما بالنحو، يعني علما بأن كلية الإعلام تعطي دروسا كثيرة في اللغة العربية، وتطرقنا أيضا إلى الأخطاء التي يقوم بها أيضا حتى الأساتذة والمدرسون في المدارس الرسمية يعتمدون اللغة العربية. بالدكتورة والكاتبة الروائية زينة جرادي، عرفنا أنه حضرتك كنت موجودة في معرض الكتاب، عم تطل كتابك الجديد خربشات امرأة، فيك تخبرينا أكثر عنه وعن محتوى إذا بتريد؟ خربشات امرأة عبارة عن نصوص نثرية متنوعة بعيدة عن الشعر، لأنه أنا لا أكتب القوافي ولا أنظم الأشعار، أنا مجرد غارقة في لذة الكلمة الجميلة. خربشات امرأة في التمرد الامرأة على الحب، على الظلم، على الحياة، المرأة بكل أحوالها. طبعا يحوي العديد من النصوص المتنوعة، إذا بتحبي فينا نقول قصيدة منه. أكيد أكيد، تفضلي نسمع قصيدة جديدة من كتاب خربشات امرأة. هلوسات عاشقة، ما بي وكأني تائهة عن حروفي، ضائعة في رحيق صباح مهاجر إلى الفراغ. ما بي وكأني أبحث عن ذاتي في ذاتي، وكأن ثوبي شفاف من النسيان. كل الإغراءات التي تغويني بها تطاردني، أنا ملك الطرية ما زالت بصماتها على حبري، لهاتك المتوحش لهفة يتغلغل داخلي، وأنفاس سيجارتك تداعب خيالي. ما بي أهرب منك لأعود ثانية إليك، ألتقط المدى من البريق في عينيك، وكأنك شبح عابر من بحور العرافين. إباحية نظراتك تكسر هدوء الأمسيات في ذاكرتي، تجعلني أهرول من عواصف الشتاءات، تكبلني بأصفاد رغباتك الجامحة، تجعلني امرأة مجهولة المصير. شو حلو، كتير حلو. بدي أسألك عن كتابك الأول سجينة بين قضبان الزمن، هيدا أخذ جوائز كتير حسب ما سمعنا، فيك تخبرينا عنه أكثر؟ أكيد، سجينة بين قضبان الزمن من الروايات اللي لاقت الانتشار العربي الضخم. لقيت نسبة القبول على الكتاب؟ بعد تنقلي أنا بالمعارض بالعالم العربي فوجئت وصدمت بكمية الناس اللي بعدها بتركض ورا الكلمة وبتلحق النص الجميل وبعدها بتشتري كتاب. نحن بنشكرك كتير على هالمقابلة الحلوة،
من شاشة مسايا، وبنشكر الاستضافة الحلوة هون عند أستاذ بهاء الخولي ومخرجنا طبعا نادر حشاش. شكرا لكم مشاهدينا، وشكرا لك كمان، مرسي.